في فير بلاي مواصلين حصتنا اليوم، نحكيوا على بطبيعة آخر أخبار الأندية التونسية. شكل المفتاح يستقيل من تدريب مستقبل سليمان بعد مقابلة وحيدة من البطولة. على كل باش ناخذ الأسباب والتفاصيل، معنا بالتليفون سي شكل هبيك. لين بيك، مرحبا بيك ومرحبا بكافة المستمعين. الله يخليك، شنو الأمور؟ لاباس الحمد لله. تفاجئنا سي شاكر تقريبا استقالة بعد أول مقابلة، حابين نفهم من عندك شنو الأسباب والتفاصيل نتاع الاستقالة هذه. والله استقالة انسحاب معش، والله ما عندهاش بون علاقة ساقة، هي نفسها استقالة وانسحاب نفسها. هي بنفسها، ولا حتى أنا بالنسبة لي أنا ريتها إقالة استقالة. نجم تكون إقالة زيادة معناها، ما يعني لي شيء أنا راه سي كله كيف كيف، مي لي ليسونسيال حاصل انا بالنسبه لي انا ما عندهاش علاقه بالنتيجه بتاع المباراه. بون لعبنا المباراه الاولى مع الاولمبي البيجي، عملنا مباراه محترمه. الشوط الاول كان كنا ممتازين، الشوط الثاني الاولمبي البيجي معناتها لعب خير في بدايه الشوط الثاني، بعد رجعنا معه باي كاليتي. يمكن كان ماتش نيلي كتاب البرشا كان ما كانش يكون الفوز معناتها حاصل. بعد المباراة هذيك قعدت انا ورئيس النادي معناتها جلست. صارت حاجة بيانسير، انا دخلت ماهيش من عادتي، انا نتحمل مسؤوليتي زاد. دخلت للحكم معناتها خاطر فما حاجات صارت، اذا نقول لك ما بين ساعة بور كومونسي انا ننزلوا الحكم هذاك من كل سوء نية. الحكم امير لوسيف ننزلوا من سوء النية وننزلوا من الحسابات. لانه انا عندي هذه فكره طيبه، كل وين يتعين لي ما خلاص ما عنديش حتى شك معناتها وزفر لي قبل السيتيرا. ايوه الحقيقه هو حكم باهي من احسن ما عندنا في تونس ذات. يعني قلت لك انا جو كونفيرم. صحيح صحيح اي معك اي. فهمني، تبقينا في المباراه هذيك صارت اخلاص تقديريه، انا ريتها مستنا برشا. يكفي انه في الشوط الاول مثلا زفر مخالفتين على الحارس تاع الحارس الاولمبي الباجي. موجودين هذيك هي كوفران رايز زون ريتها 6 متر زون دو بروتكسيون دي غارديان دو بيت. انا كي اربيتر يزفر كوفران بور لو غارديان غادي ما نحكيش. نفس الغلطين تعاودوا على حارس مستقبل سليمان في الشوط الثاني ما نزفر حتى واحده منها الاولى والثانيه. بون دخلت له انا بعد المباراه فما دايرين بيه الامن الساعه ما نجمش نكون قريب ليه، راه اقل شيء فما 4 متر وبيني وبينه. ماكش مستانس انت سي شيك؟ مانيش مستانس، مش من عاداتنا. نعرفوك كالم ورزين شويه هكا. صحيتي لا هو كذلك. من بعيد قلت له توا ريت، قلت له مرتين فوت على الجارديان وعملت لك بالصوابع من البيت. مرتين فوت على الجارديان ما تزفرهمش، الاولى تعديت السلامات والثانيه هكا ريت شنو اللي صار. وضرب. بون قالوا لي هز ورقه حمراء، قلت الحق ما نبش ما 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 انا ما 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 قال لك شيء اللي ثم ثم. والله نسيت حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ولا الله يسامحك والله من هذا كاو اللي قلت له سي شيك خاطر ما يستدعيش ورقه حمراء هذا. صدقني هذا هو. ما هو جايك من بعد. ما ريتهاش انا الورقه الحمراء، من بعد قالوا لي الورقه الحمراء. بون شفت في الفايدا ماتش صراحه اللي محطوط في الفايدا ماتش لا علاقه له باللي صار. انا يعني يمكن انا ظلمت المره الاولى في سيرتينها. تظلمت المرة الثانية في الحاجات اللي تحطوا في الفايدة ماتش. شنو حط في الفايدة ماتش؟ اي قل لي. حتى اللي انا قربت له حطيت له صوابعي في عينيه وقلت له باش نجبد لك عينيك وقلت له ما نعرف شنو معناتها سبيته. والله العظيم انا شنو هذا؟ ماهيش من اخلاقي، ماهيش من عاداتي، ماهيش انا الجوار ما نقولهاش الكلمة اللي كتبها في الورقة. ماهوش صحيح بالكل. كريت انا الملاحظات هذه في الفايدا ماتش، ما انا نعرف الكوره ونعرف شنو تبعاتها وشنو باش تصير. قعدت انا والرئيس نهار الاثنين قعدنا نحكي وحكينا على الماتش، حكينا على كذا، من بعد حكينا في الحكايه هذه معناتها نتاع مش يصير عليها. قلت له رئيس تعرف الوضع راهو شامبيونات قصيره هذه ما تمش معناتها مويان دو ريكيبيراسيون ماهيش شامبيونات طويله ولا واحد. دونك انا راه الحل راهو ما تجيش ما تستقيمش الامور، نخدم في وسط الجمعه وفي القانون الجديد ما عرف لحد حتى البستير ما تدخلش وحتى في الجرادان ما تقعدش، راهو ما تمشيش الامور. وقلت له فرضا معناتها ماتش كلوب افريكان اللي قدرها باش نبدا خاصه الجمعيه الناس الكل باش تدور الاتهامات المدرب مش موجود وهذاك على الجمعيه خاصه ترى يا خويا من 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 انا راه ما تجيش.
قعدوا والحق قال لي لا ومن كيفاش انت باش تخلص الفاتوره وما تتظلم وكتيرا. قلت له وانا ما نحبش الجمعيه تخلص فاتوره خاطيه هزت. هذا اللي صار وتشبث باش ننسحب. دونك هذا علاش قلت لك توا سي امير الوصيف اللي انا نعتقد كونه وكذلك هذا مش حتى نعتقد معناتها من احسن الحكام ونظيف وما وننزه حتى في المباراه هذه من اي معناتها الاسوانيه وكذا. لكن شوف معناتها كيف تصير حكايات من خطا بسيط شوف وين تتطور. نخسر مباراه نتحط معناتها في دو ماتش بحاجات معناتها اللي ما صارتش تنجر عليها عقوبه وينجر عليها انسحاب من تدريب فريق اللي انا ثلاثه شهور وانا نحضر ثلاثه شهور وانا يعلم ربي معناتها في اللي شوا دي جوار وفي اللي ماتش اميكو وفي الكذا معناتها نتحروا شويه وانا زاد نتحمل المسؤوليه معناتها باش نقول معناتها كان ما دخلتش للتيران ما كانش يصير هذا الكل. بعد ما شفت الفيديو ماتش ما حكيتش معاها ما قلتلوش الحكام لاني ما عملتش هكا ما شفتهاش سير بلاس ما شفتهاش وقتها فهمت في الكار. وانا بحكم التجربه اجي نقول لك حاجه ريتم الحكام الكل راه يستحيل يسمعك بعد كي تقول له راه هكا وهكا وهكا نعرفهم معناتها الناس كل وبالعكس هو كي ما شفتهاش وقتها سيرت انا خير اما صدقني هذا اللي صار باين بعد سمعت انا حاجات مخاطر وقتها خاطر انا كي مشيت له مش وحدي راهم شاولوا له برشا ينجم يكون سمعها من بلاصه اخرى من بلاصه اخرى الكلمه جا حطها فيك انت صحيح قالت له كلمه من بلاصه اخرى هو يسخيب لي انا قلت له فهمتك هذا هو المعناتها توا انا حسب علمي اللي صار لكن نتحروا شويه سبحان الله انا اللي كلمه اللي تحست في الفايده ماتش صدقني ما نقولهاش للملاعب انا مش حتى باش نقولها للحكم الكلمه معناتها الكلام اللي كنت قلنا فيه ولا فما حاجات اخرين تحطوا اكبر في الفايده ماتش كلمه اخرى نتاع تعرف شنو هي تو نجبد لك عينيك قلت انا فهمت ما يستحيل انا اول حاجه تعرفوني كلا الناس كل تعرفك انت اخلاق عاليه ما شاء الله مش انا باش نحكي عليك مع لي زانستانس سبورتيف الكل سواء فيديراسيون سواء الرابطه سواء معناتها المنافقين بتاع المباريات متعاون مع الناس كل سواء معناتها المراقبين حكام اعلام باش نجي توا بون رياكسيون صارت بعد الماتش انا قلت لك دخلت راه ودخلت وقلت له من بعيد ودار دار به الامن امبوسيبل باش نوصل له ومانيش ناوي باش نوصل له اصلا قلت له والله يعيد قلت له مرتين معناتها فوت على الجارديان ما تتزفرش اكثر الاولى سلام تعديت لاباس الثانيه معناتها واحد وطرت على روحي خان قدمه سي شاكر ما تشوفش الديسيزيون معاش شو كانت عادي في عادي كل مدرب معرف معناه انه يكون معاقب معناه على الخدمه اللي بها الفايده نتصور مش كان نهار الماتش نتصور حتى التمارين واللي تاخذ من وسط الاسبوع معناتها مهم جدا علاش حطيت الخساره انت في المقابلات الجايه علاش ما تكونش مثلا تنجم حتى تسير فريقك وانت مش غادي ولا صحيح لا صحيح هي الخساره مش حطيتها معناتها محسومه لا فرضا حطيت معناتها لا يقدر قلت انت نجم تكون معناتها فهمني شوف انا من راني ديما وصارت مش المره الاولى يمكن عيب في انا راهو ما ديما نضحي بروحي ما تشبث بيك رئيس النادي ولا جليد ما حكاش ما قالكش لا وكمل انت ولا عاش لا حكينا في اليوم هذاك لا حكينا على اساس كيفاش باش يصير قدامي هو حتى سال الحق على البرامج تاع السانكسيون شنو تنجم تكون ثلاثة مقابلات هما نعم ثلاثة مقابلات هكا العقوبة تكون ايه تمشي من الاثنين للثلاثة في صورة ما يبقى تحط التقرير هذاك ما توا معناتها اون برانسيب انا معناتها ميساج لسي امير الوصيف ما نعرفش يوصل له ما يوصلوش تقول له مش انت معناها الكلام هذاك سمعته مش منك انت مستحيل يستحيل وكان قلت راني نتحمل انا تحملت مسؤوليتي انا خرجت من جمعية راني فيها ما نتحملش مسؤوليتي في كلام اخر اما يثبت شويه باش كل واحد ياخذ حقه ما يعاودش يظلم لي مره اخرى لا اكثر ولا اقل دونك كي شفنا اللي البرامج نجم يكون من هذاك لذاك قلت له راه ما تمشيش الامور هذا هو معناتها كانت تنجم تمشي اوكي معاك ما تنجم تمشي اما انا ما نحبش النهار اخر بعد اللي قدر تصير حاجه نكون سبب انا في تعكير اجواء ولا معناتها تعكير معناتها كيفاش نقولوا عرقلت مسيره نادي نضحي بروحي ما على باليش كنت نجم نقعد راه اي منين لكن انا ما 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 ما
نستبق الاحداث اذا نقول لك انا نستبق راه الديسيزيون نهائي شي سي شيكا والنجم فما امكانيه ولا لا سي سي لا ما راهي مش حتى انا رئيس النادي وعطيته حتى ما تم مقترحات وقلت له خمسة مرات والله صدقني خمسة مرات قلت له ما نحبش ندفع الجمعية في فاتورة خطيتها وهو الحق يحترمني الراجل كما نحترمه أنا ويقول لي ما نحبكش زادة أنت تتظلم وما كذا قلت له ما يسالش أنا ما تخممش فيه هذاك هو معناته أنا نبجل المجموعة على الفرد والمصلحة الجماعية على المصلحة الشخصية وهو كذلك والله بدون واحد ما عنديش ومش في سليمان برك عملت حتى في معناتها مع نوادي اخرى. قلت اعطيته الغالب معناتها ايش نقول لك والله تغيرت برشا مفاهيم وتغيرت مبادئ في الكوره يمكن واحد يلزم يعدل شويه مزاجه سواء مع المتداخلين في اللعبه من بعيد ولا من قريب يمكن انا بدي يلزمني نعدل شويه ما يلزمنيش نكون بالعقلية اللي قاعد نخدم بها. ما قلت لي أعطيته مقترحات في شنو مقترحات ما عادش تحكيته في البديل مثلاً ولا؟ ولا والله هو وقتها ما عندوش البديل. هو وقتها وقت اللي حكينا ما عندوش البديل وتوا يظهر لي أنا حسب علمي أنا التوا ما عندوش البديل. من بعد كلمني قال لي راهو إيش رأيك أني عملت هكا وهكا قلت له اللي عملته به. فهمني على اساس باش يخلي المساعد معناتها ويكمل الواحد قلت له اللي عملتي ما عملته باهي وكا ونتنظرهم باش ما 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 يصير ما تتسرعش ما كذا ما تختار قلت له داير انا بحذاه قلت له شوف البروفيل اللي يساعدك على كل سي شيكر ندعوك ما عادش تقعدوا تحكيه وتشوفوا حل ما خير خاطر ظهر الاستقاله وتمشي الخدمه بتعصيف كامل تمشي حرام ظهر لي ماهوش حل انا بدي مش بالسهل علي راهو والله ما تصدقوني تعرف شو نقول لك انا سيف كامل راهو مش وقت الريبريز دي زونترينمون الخدمه صدقني هو يعرف الخدمه اقل شيء شهر من بعد من قبل الريبريز دي زونترينمون للكاستينغ بتاع الجورات لي فيديو اللي جات ما نتفرجش في سيكونس دو فيديو انا نتفرج في ماتش كامل وزوز ماتشات باش نعمل شوا راهو ماهوش سهل بعد بخلاف البريباراسيون بخلاف معناتها دو ستاج ونمبر دو سيونس دونترينمون اكسيتيرا وزيد اللي يقلقني اكثر انا شنو معناتها تعمل بريباراسيون وتلعب ماتش وتلعب بليتو 12 ماتش ميكو تربح الاسبيرونس وتعادل مع الاسبيرونس وتربح ليتوال وتربح الجيش وتربح مدري شنو من بعد تلعب ماتش دو برومي ماتش وتنسحب راهو عندها ان شاء الله ما يكونش انا ان شاء الله تلقاو حل انت وسي وليد ما بقول سلبي حتى مع الجمعيات الاخرى اكيد الكلام خاطر هذا ماهوش رمي ورود لكن بالنظر اللي قدمته قبل المستقبل سليمان والكوره اللي شفناها في مستقبل سليمان خاصه في فتره اشرافك عليه والله هذا اللي سعينا له انا سعيت له عندي بروجي باش نخدموا الكوره هذيك المزيانه وباش عندنا معناتها ملاعبيه باش نمشيو بهم البالي اخرى القدام وعندنا اولاد صغار معناتها شركت الليجان الكل معناتها بروجي ما شاء الله وهذاك هو كان ينجم يصير لكن هذاك اللي حب ربي وهذاك هو وقابلينه واضح يعطيك الصحه شكرا لك سي شيكا على تدخلك معنا معناتها الاولمبي الباجي راهو اجي نقول لك سامحني راهو ما نمسها حتى في شيء في الانتصار نتاعها راهو ما تستحق وهنيت انا رئيس الجمعيه بالوقت وهنيت نائب الرئيس وهنيت المدرب وجمعيه معناتها لعبت لهم ماتش ميكال ورانيتهم قبل وفرحوا بيا كما يلزم ما راهو اذا كان عمل فريق كسير بالطبيعه سي كو راهي ما نقولوا لامبي الباجي ما يمسها حتى في شيء ما عندوش علاقه فريق السابق تحب تقول معناها ولا حاجه لا 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 ما عنده حتى علاقه بالعكس ناس فرحوا بيا في ماتش ميكال وكرموني ويعطيهم الصحه ومعناتها هما خلوهم عملوا يعطيهم الصحة عايشك شي سي شاكر شكرا لك على تدخلك معنا بالتوفيق ان شاء الله ليك في تجاربك القادمة سواء باش تكمل في سليمان وهذا اللي نحبوه تواصلوا مع الفريق والا في فرق اخرى لما لا صفيق.